بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لازلنا نستكمل محاضراتنا ضمن التعليم الإلكتروني في جامعة الإسراء، وهذه المرة مع مساق تنمية البشرية. فيما يتعلق بهذا المساق، تحدثنا في محاضرات سابقة على العديد من الأمور التي لها علاقة بالتنمية البشرية. اليوم سنستكمل هذا الأمر فيما يتعلق بالفصل الخامس المعنون بعنوان العمل الجماعي. يمكن تحدثنا في محاضرات سابقة عن ما يتعلق بالعصف الذهني، ونستكمل الآن في العمل الجماعي. يمكن الحديث في العصف الذهني والعمل الجماعي هم تكامليات العمل، خاصة أن العصف الذهني هو يعتبر ضمن إجراءاته عمل جماعي من خلال مجموعة من الأشخاص اللي بيجتمعوا مع بعضهم البعض لحتى نصل لحل من الحلول. يعني خلينا نبدأ في الفصل الموجود أمامنا. تتصف الجماعات الفعالة بالإنتاجية العالية والروح المعنوية المرتفعة، ويؤدي أفراد الجماعة الفعالة معظم الوقت عملهم على درجة عالية من الجودة، ويمنحون الفرد العامل الشعور بالرضا لكونه فردا في هذه الجماعة. يمكن عندما أتحدث على عمل جماعي، أتحدث على فعالية، أتحدث على إنجاز، أتحدث على تحقيق الأهداف اللي احنا بنسعى للوصول إليها من خلال اتجاهات معينة. يعني فيما يتعلق في العمل الجماعي، لما نيجي نقول الإنتاج في هذه المؤسسة عالي جدا، لأننا نتحدث على أن هنالك روح معنوية عالية، نتحدث على أن هنالك رضا من الموظفين، رضا من العاملين. فكلما كان هنالك رضا، كلما كان هنالك جودة عالية في هذا الأمر، وبالتالي تكون اتجاهاتهم عالية تجاه هذا العمل، ويتصفوا في الأشخاص اللي بيكون انتاجيتهم عالية وروحهم عالية بأنهم بتبادلوا المعلومات بين أعضاء الفريق. يعني كلما كان هنالك تبادل للمعلومات بين أعضاء الفريق، كلما كان هنالك ثقة فيما بينهم. كذلك بكون في مساعدة أو الدفاع عن أعضاء الجماعة، مساعدة فيما بينهم، اتفاق من أجل الوصول إلى ما نصبوا إليه، من أجل كيان اجتماعي، من أجل الشعور دائما بالولاء بالانتماء، بتعزيز المفاهيم الإيجابية المتعلقة بالعمل الجماعي. أيضا التعبير عن اتجاهات إيجابية نحو المؤسسة والإدارة والعمل. يمكن عندما نتحدث على عمل جماعي، نتحدث عن اتجاهات إيجابية لهذه المؤسسة. من أين تبرز؟ تبرز من الأداء والعمل والروح والانتماء والفعالية. كل هذه الأمور نتحدث فيها في عند إيجابية الأعمال، في عند دافعية الأعمال لهؤلاء الأشخاص في المؤسسة. فبالتالي بقودنا لأنه صار في عندي دافعية عالية للأداء الجيد، وبالتالي يكون هنالك ممارسة الرقابة والتوجيه الذاتي. كل هذه الأمور يعني لا نحتاج إلى رقابة خارجية، نحتاج إلى رقابة ذاتية من الأشخاص، لأنه هو لا يعتبر نفسه موظف بقدر ما يعتبر نفسه جزء من هذا الكيان اللي هو بيسعى من خلال عمله إلى أنه يكون جزء من نجاح المنظومة ككل. فبالتالي كلما وصل إلى إنجاز هذه الأعمال للمنظومة ككل، كلما استطعنا أن نصل إلى الأهداف الخاصة فينا بكفاءة وفعالية. فمهم جدا أن احنا بدنا نبحث عن كل هذه الأمور التي لها علاقة بتطوير الأداء في المؤسسة. كيف احنا بدنا نصل لهذه الأمور؟ من خلال العمل الجماعي اللي بحدد لمجموعة من المعطيات والمعارف والمهارات اللي بكون كل الأشخاص المتواجدين فيها على قلب رجل واحد. طيب، فيما يتعلق بالعمل الجماعي، هنالك يكون مشرف. هذا المشرف هو الذي يختار الأفراد، هو الذي يدربهم، هو الذي يمنحهم التقدم والنمو حتى يكون دائما على مستوى الحدث. فبالتالي هو بيزيد بيحافظ على إحساس كل فرد في الجماعة بقيمته الذاتية، بأهميته للجماعة، الاعتراف بالأداء الجيد، بدافع عن مصلحة الأفراد في المؤسسة من عند الإدارة العليا، لأنه هو المسؤول عنهم. فبالتالي بيسهل التفاعل بين الأفراد، بيساعد على تحقيق
هذه الأمور، ولكن في المحصلة لا بد أن يكون لدور المشرف مجموعة من النقاط. أولا تأكيد الأهداف. ماذا نقصد بتأكيد الأهداف؟ يعني هنالك أهداف موجودة، ويحاول دائما أن يعني يذكر فيها المجموع، يعني بمعنى ماذا يجب أن تصنعه هنا، إيجاد درجة عالية من الوعي والالتزام بهذا الهدف، توفير وتغيير وتوضيح مستمر للأهداف، إضافة إلى أنه لابد أن يكون في عندي طريقة فعالة لتحقيق هذا الأمر، إشراك الأفراد في الجماعات من أجل تحقيق هذه الأهداف. إذا في عندي مجموعة من المعطيات إلا على أساسها أنا دائما بدي أكون مركز في هذه النقاط، إضافة إلى التأثير على أعضاء الجماعة. وربما أيضا نقول أن هنالك لابد أن يكون تسهيل. إذا إضافة إلى أنه لابد أن يكون هنالك تسهيل لإنجاز المهام التي تتعلق بالمهام المطلوبة فيها من خلال جداول زمنية، من خلال حل المشكلات، التعامل مع هذه المشكلات. أيضا التأثير على أعضاء الجماعة. في عندي أنا أعضاء الجماعة، هدول بحبذوا أن يكون أعضاء مهمين في الجماعة من أجل تحقيق ذلك. معظم الناس على استعداد لتعديل سلوكهم، لتحقيق الانتماء والمشاركة. فبالتالي أنا مهمتي كمشرف أن أصل لهذه المشاركة في تحقيق الأهداف الهامة من خلال قبول الأهداف وقرارات الجماعة. طبعا كيف أنا بدي أقبلها؟ إذا زاد الانتماء والولاء لهذا الشخص لهذه الجماعة، زادت قبوله للأهداف، السعي للتأثير على هذه الأهداف، الاتصال المفتوح، الترحيب بالاتصالات ما بين هذه الجماعة، بكون لديه ثقة في أعضاء الجماعة، وغيره من هذه المواضيع. يعني هذه الأمور تكون متراكمة بي 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 مع بعضها البعض لحتى نصل للأهداف الخاصة فينا. تمام. طيب، كيف يمكن أن نتخذ القرارات في الجماعة؟ كيف يمكن أن نتخذ القرارات في الجماعة؟ يمكن أنا في عندي مجموعة من النقاط اللي بتحقق لي المشاركة لأعضاء الجماعة، إن أنا بدي أعطيهم الفرصة لحتى يساهموا في بعض القرارات اللي بتتعلق بالخطط الاستراتيجية، بحل المشكلات، بالتفكير الاستراتيجي اللي أنا بدي أصل لإلها. وبالتالي أنا بحاول إني أشاركهم في اتخاذ القرارات، حتى يكون هنالك زي ما نقول المدخل الإدارة بالأهداف. في عندي 4 أسباب لإشراك الأشخاص والآخرين في اتخاذ القرارات. أولا المعلومات. أولا المعلومات، يعني بمعنى قد يكون أهم سبب لإشراك العاملين هو أنك لا تملك كل المعلومات، فبالتالي مشاركة العاملين لإلك يعني أنا بستفيد منهم من المعلومات، وبحاول إنه هذه المعلومات أستغلها استغلال أمثل للوصول إلى القرارات، لأنه اتخاذ القرارات يعتمد على جمع المعلومات والبيانات من قبل أو من مختلف المشارب حتى أتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إضافة إلى النقطة الثانية الالتزام، يعني بمعنى لابد أن يكون هنالك التزام نحو تنفيذ القرارات. وكيف يكون الالتزام؟ إنه أحيانا بتكون أنت الوحيد المسؤول عن تنفيذ هذا الأمر اللي له علاقة في المؤسسة، وفي هذه الحالة ليس من الضروري الحصول على التزام الآخرين. ثانيا، هل يمكنك الاعتماد على التزام الآخرين بدون إشراكهم في صنع القرار؟ يمكن الاعتماد على مساندة والتزام الآخرين معك بدون إشراكهم في اتخاذ القرار في مجال معين، إذا كانت قراراتك الماضية في هذا المجال جيدة وفعالة. إذا أنا بأستند للأشخاص حسب طبيعة هذه القرارات وحسب استراتيجية هذه القرارات. إذا تحدثنا في النقطة الأولى المعلومات، والنقطة الثانية الالتزام. النقطة الثالثة الإبداع. أنا في بعض الأمور بحتاج إلى أن يكون في عندي قرارات إبداعية، قرارات إبداعية، فبالتالي هذه القرارات بتمثل أنا عندي لابد أن أصل لأفكار إبداعية، تواجد إبداعي. فكيف أنا بدي أصل لها؟ حسب الموقف اللي أنا بدي أكون موجود فيه، حسب المواقف، حسب القرارات اللي أنا بدي أكون فيها. لأنه أنا بس على أنه اتخذ قرار في الجماعة، هذا القرار يكون إبداعي من خلال جمع كل المعلومات والبيانات اللي لها علاقة بالمؤسسة، وفي المحصلة اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة العمل
بطريقة إبداعية حتى نصل لتحقيق الأهداف الخاصة فينا. النقطة الأخيرة اللي هي التنمية، بمعنى هي التي تسنح الفرصة في بعض الأحيان لإشراك الآخرين بهدف تعليمهم وتنميتهم. إذا أنا بتخذ القرارات في الجماعة حتى أهيئ الأشخاص لحتى يكونوا جزء من اتخاذ القرار في المستقبل، إذا هي عبارة عن تهيئة، تنمية، تطوير، تعليم، تدريب لكيفية اتخاذ القرارات. وبالتالي هنا نصل لمرحلة لها علاقة بتطوير الأداء اللي موجود في المؤسسة، وبالتالي على أساسه بنستطيع أن احنا نخلق أشخاص قادرين في المستقبل على اتخاذ القرارات بمفردهم من خلال الخبرات التي حصلوا عليها في مواقف سابقة. طب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى أي مدى يجب أن احنا نشرك العاملين في اتخاذ القرارات؟ في عندي عدة مستويات. أولا ممكن أقرر بمفردي، يعني أقل مستوى للمشاركة هو العدم، أنه أنا بأصنع الأمر بنفسي. في الحالة هذه بكون عندي أنا معلومات كبيرة، وهذا الاختيار مناسب عندما لا يتوفر الوقت الكافي لإشراك العاملين. هي نقطة، عندما يكون في عندي معلومات كافية، عندما أنا بدي أتخذ قرار بمفردي وسريع، لا يوجد وقت لجمع الموظفين والعاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات. النقطة الثانية المناقشات الفردية، يعني برضو هذا يمثل أدنى مستوى من المشاركة، ويكون هذا الأسلوب مناسب عندما يكون في حاجة إلى المعلومات لإسناد قرار جيد، بمعنى أنا بدي أشوف الظروف المناسبة المواتية، وتتم هذه المناقشات الفردية عن طريق مقابلات شخصية أو هاتفية. إذن هي فردية من أشخاص محددين، المناقشة في اجتماع، هذه بديهم الفرصة المناسبة. هذه الاجتماعات من خلالها بنولد الأفكار، كل شخص بجمع معلومات من عنده بناء على المعلومات والمهارات السابقة، وبالتالي نصل إلى قرار شامل لهذا الموضوع. النقطة الرابعة المشاركة في القرار طبعا ينتج عادة عن السماح للموظفين بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار، أعلى مستوى من الشعور بالالتزام. طبعا هنا بصير في عندي شو ماله، هنا القرار شامل، وبالتالي يعتمد على الاستفادة بالكامل من المعلومات المتوفرة لدى الجماعة وحسب طبيعة هذه الأمور. النقطة الخامسة التنازل عن القرار للآخرين. إذا أنا شفت والله أنه أنا الآخرين لديهم توجه باختيارات وبقرارات، يكون هذا الاختيار موفقا، يجب أن تتوفر الرغبة والاهتمام لدى الأفراد لاتخاذ القرار، وبالتالي تكون هنالك مشاركة في العاملين. إذن هذه المستويات الخمسة اللي لها علاقة بأنا بعطي الفرصة للعاملين. في المقابل هذه النقاط كل نقطة لها مميزاتها وعيوبها، ولكن هي وسائل أنا بأستند عليها لحتى أطور وأظهر الانتماء والولاء لهذه المؤسسة، وبالتالي تكون لدينا القدرات عالية وكبيرة جدا في هذا الإطار. نستكمل فيما يتعلق بهذا الفصل ونذهب إلى النقطة الأخرى، ما هي العناصر المهمة والهامة المتعلقة بالقرار؟ في عندي مجموعة لصياغة قرار جيد، لابد أن أنا أناقش مجموعة من النقاط. أولا أدرس الموقف، يعني ما هو الموقف، طبيعة هذا الموقف، ما هي القرارات اللي احنا بدنا نتحدث فيها، هل ستكون هذه القرارات جيدة، إيجابية، سلبية، كل هذه الأمور احنا بدنا ندرسها. وبالتالي بمتلك، يعني بأدرس الموقف، يعني بمعنى بمتلك المعلومات الكافية لاتخاذ القرار المناسب. النقطة الثانية بحدد الهدف، يعني بمعنى ما هو الهدف اللي أنا بسعى لإله، وبالتالي إذا ما حددت الهدف بطريقة جيدة، إذا أنا رح أصل للغرض اللي أنا بسعى لإله من خلال هذه الأمور. كذلك أحدد ما يلزم اتباعه، أنا المقصود هنا ما هي المتطلبات التي يلزم وجودها في القرار ليكون مقبول، تمام؟ يعني بما معنى كلما كان هنالك عدد هذه المتطلبات كلما كان ذلك أفضل، يعني قل عدد المتطلبات لأنه هنا بتقل من عدد الحلول البديلة. فبالتالي أنا ما بدي أحدد ما يلزم اتباعه، المقصود هنا ما بديش أحط عندي مليون خيار، لابد أن تكون الخيارات مدروسة حتى
أصل للنقطة الأخرى اللي هي البدائل. من أين بضع البدائل؟ من خلال المعلومات اللي أنا وصلتها، من خلال الوسائل الممكنة، من خلال الأمور الواقعية اللي أنا قادر أطبقها، لأنه مش كل حاجة أنا بحطها فبالتالي قابلة للتطبيق. في عندي معايير مختلفة لازم أنا أشتغل على أساسها، فبالتالي من هنا المنطلق بحدد معايير التقويم اللي أنا بدي أجمع المعلومات المناسبة، بدي أختار 3 أو 4 معايير وأقيم كل واحد لحاله، فبالتالي هنا حسب الهدف اللي أنا بدي أسعى له. تقويم البدائل بمعنى كل بديل من هذه البدائل بدي أختاره وأضيف له البيانات المحددة وأشوف ما هي مميزات وعيوب كل بديل من البدائل، لأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة حساسة اللي أنا بدي أنتقل منها لاختيار بديل من بين البدائل اللي هي الخطوة الأخيرة اللي أنا ببلور فيها القرار. فبالتالي لما بدي أخذ القرار في الحالة هذه بده يكون في عندي مراعاة لكل الأمور اللي لها علاقة بهذا الأمر. يعني كيف مثلا أحيانا ممكن أخذ قرار وأتلاشى قرار آخر، فكلما كان هنالك قرار معناه أنه أنا اخترت بديل من البدائل، معناها صار في عندي تكلفة فرصة بديلة، فبالتالي هذه الأمور بدي أكون ماخذها بعين الاعتبار. وهذا بقودنا إلى نقطة، كيف يمكن لي أن أتخذ قرار؟ إرشادات لاتخاذ القرار. لا أؤجل اتخاذ القرارات الضرورية، أحيانا في قرارات لا تحتمل التأجيل، بمعنى في الحالة هذه كأنه خذ قرار بطريقة سريعة وفردية ولا تنتظر الآخرين، لأنه في الحالة هذه يكون القرار في وقته يساوي زي ما بيقولوا وزنه ذهب. ففي الحالة هذه أنا لا أحتاج إلى التأجيل والتأخير، لابد أن يكون القرار سريع وسريع جدا. فكر في المشكلة جيدا قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار. الجزئية هنا بتقول لي إنه أنا في عندي مشكلة، هذه المشكلة في الآخر بدها حل. عشان أنا أتخذ قرار جيد لابد إنه القرار تبعي يكون مدخل للحل وليس مدخل لتكريس المشكلة. فكلما كان المدخل هنا للحل جيدا كلما كانت القرار عندي شماله جيد. بدي أخذ في الحسبان عدة بدائل ممكنة قبل الوصول للقرار النهائي. كيف يعني؟ يعني أنا لو صار عندي 4 بدائل و4 قرارات راح ألاقي إنه القرار ألف دخل في منعطفات، وبالتالي ممكن يكون هو السلبي ممكن يكون هو الإيجابي، لأنه أنا في الحالة هذه صار في عندي قرارات مختلفة. استخدام طريقة منطقية رشيدة لتقويم البدائل، ما بدي أستخدم طريقة عاطفية، بدي طريقة واقعية منطقية على أساسها أقيس كل بديل من البدائل ما له وما عليه، أشرك الآخرين في عملية اتخاذ القرار. زي ما حكينا أحيانا أنا ما بكون عندي معلومات كاملة، وبالتالي كلما شاركت الآخرين في هذه المعلومات كلما كانت البيانات عندي شمالها جيدة. إذا هذه النقاط وهذه المعطيات هي اللي بتحدد لي كيف أنا ممكن أرتقي بالعمل في هذه المؤسسة، وبالتالي أتخذ القرار اللي من خلاله أشركت العاملين وبالتالي وصلت إلى الهدف اللي أنا بسعى لإله. هذه هي الإرشادات حتى نتخذ قرارات جيدة. طيب، هل هنالك أساليب فنية في اتخاذ القرارات الجماعية؟ عندي 3 أساليب. هذه 3 أساليب معروفة ومتداولة، سنتحدث في كل واحد. الأسلوب الأول العصف الذهني، أسلوب معروف. الأسلوب الثاني أسلوب ديلفي أو الاجتماع عن بعد. الأسلوب الثالث أسلوب الجماعة الصورية. دعونا نتحدث في النقطة الأولى. يمكن العصف الذهني كل الغالبية العظمى بيعرفها وتحدثنا فيها في الفصل الماضي، في الفصل الكامل له علاقة بالعصف الذهني. هذا هو عبارة عن يستغرق هذا الأسلوب وقت ليس بالطويل، يمكن نص ساعة ساعة ساعتين بالكثير. بالتالي هذا بكون من خلاله مجموعة من الأشخاص قاعدين بتصير في مناقشة سريعة للبدائل للحلول. في الآخر أنا في عندي مجموعة من البدائل بدي أدرسها، بتعدد الخيارات، بكون في قائد لهذه المجموعة، بكون في شرح للحلول للبدائل اقتراحات. في المحصلة لابد أن يكون ملخص لهذه الجلسة بالعصف الذهني لما يلي: اختيار وتحديد خطة العمل. يعني بمعنى أنا في عندي خطة عمل لها علاقة بالعصف الذهني، اختصار عدد أعضاء الجماعة والإبقاء على من لهم علاقة مباشرة بالمشكلة. يعني أوكي نعم أنا كان في عندي في الأول 20 شخص، ال20 شخص أنا بدي أحدد خطة العمل، فبالتالي بدي أحول ال20 لخمسة حتى يكون عندي الأمور جيدة. مقارنة بدائل الحلول وتحديد مزاياها وعيوبها، يعني بمعنى أنا في عندي بدائل، هذه البدائل بدي أرتبها،
اختيار أنسب بديل وتحديد أسلوب تطبيقه. أنا في عندي بدائل، هذه البدائل بدي أطبقها بالشكل الأمثل. القائد يوجه المناقشة لاختيار أنسب بديل. إذا في عندي قائد، هذا القائد مهمته إنه يوجه لي البدائل وبالتالي يتخذ البديل المناسب في الوقت المناسب. إذا هذه كله فيما يتعلق في أسلوب العصف الذهني المتعلق باتخاذ القرارات الجماعية. طيب الأسلوب الثاني أسلوب ديلفي، هذا بما معناه أسلوب تعتمد على تحديد البدائل ومناقشتها زي ما حكينا الاجتماع عن بعد. طبعا أنا خطواتها حتى تكون الأمور واضحة، بحدد المشكلة، بحدد الأعضاء، بصمم قائمة أسئلة، بحلل الإجابات، برسل التقرير المختصر، بعيد الخطوة الرابع اللي لها علاقة بتحليل الإجابات واختصارها وببعثها مرة تانية، بجمع البيانات النهائية. في المحصلة أنا بدي يكون في عندي بدائل، أحدد هذه المشكلة، أحدد البدائل، المناقشات، الاختراع، القرار النهائي، إعادة الحديث في القرار النهائي، وبالتالي لابد أن يتخذ القرارات شو مالها بالإجماع. يعني بمعنى كلما كانت القرارات عندي جيدة كلما كان هنالك أمور جيدة. يعني في الجزئية هذه أنا بعيد الأمور اللي علاقة بأسلوب ديلفي، يعني بمعنى نجمع المعلومات وبالتالي نبدأ في عمليات الاختصار 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 وصولا إلى النقاط الأساسية اللي لها علاقة بحل المشكلة بالتفصيل. ولكن أسلوب ديلفي يعني يعتمد على وقت طويل، لأنه أنا في عندي خبراء وكتبت التقرير، وبالتالي يعني تناسب هذه الطريقة المشاكل المعقدة اللي بتتحمل الانتظار. أما الأمور اللي لها علاقة في الأمور اليومية صعب جدا أن احنا نقول والله طريقة ديلفي ستكون مناسبة لها، وبالتالي ستكون هنالك فشل لهذه الطريقة، لأن أنا بدي قرارات سريعة تتناسب مع العمل ومصلحة العمل. الأسلوب الثالث أسلوب الجماعة السورية، طبعا أنا اسمها الجماعة السورية لأنه لا يوجد نقاش فعلي وشفوي بين أفراد المجموعة، بل يتم على الورق. هو خليط ما بين الذهني وما بين طريق الدلفي. نفس الفكرة، أنا بدي أحدد المشكلة، أحط البدائل، بجمع الحلول، بناقش اقتراحات، اقتراع القرار النهائي، وبالتالي بأصل لاتخاذ القرارات بالإجماع. القرارات بالإجماع بمعنى الاستغلال الأمثل للطاقات اللي موجودة عندي، وبالتالي حل المنازعات بطريقة مبدعة، وبالتالي حتى نحقق الـ 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 الأمثل والقرار الأمثل واتخاذ القرارات الأمثل لتحقيق الإجماع، في عندي مجموعة من الإرشادات. هذه الإرشادات لابد علينا أن نتحدث فيها، بمعنى تجنب الجدال دفاعا عن موقفك. أنت مش في مرحلة الجدال، أنت بتقدم أفكار، فبالتالي لابد عليك أن تتقبل وجهات نظر الآخرين، لأن نحن بنسعى للوصول إلى الفكرة المناسبة. لا تفترض أنه لابد من فوز الأطراف وهزيمة الطرف الآخر، خطأ. احنا نصل إلى بديل مناسب، ربما التوجه الذي طرحته ليس توجه مناسب، فبالتالي الجلسة لا تعتمد على التزمت للقرارات بقدر ما تعتمد على الحديث والتفاوض وغيره من هذه النقاط. رقم ثلاثة، لا تغير من فكرك لمجرد تجنب الاختلاف والتوصل إلى اتفاق بالمطلق. أنت الحديث تبعك هو كان سبب للوصول لهذا الاتفاق، فبالتالي لابد عليك أن تستفيد للمرحلة المقبلة في عملية طرح لهذه الأفكار. تجنب أساليب فض المنازعات مثل صوت الأغلبية. يعني أنا بما معناه يعني إذا وافق عضو معارض على القرار لا تشعر أنه من الواجب مكافأته على ذلك بتركه يربح في جولة قادمة. بالعكس، إحنا بنتحدث على أنه والله بدي أصل لرؤية مناسبة حتى أحقق الإجماع في هذا القرار. الاختلاف في الآراء شيء طبيعي ومتوقع، طبيعي لأنه كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة، ولكن في المحصلة نحن نسعى إلى الوصول إلى هدف له علاقة بالارتقاء بالعمل في المؤسسة. كيف ذلك؟ من خلال الوصول إلى آراء حتى إن كانت مختلفة، في المحصلة لابد أن تكون تصب في مصلحة العمل في المؤسسة. طيب
إدارة الاجتماعات الفعالة، نتحدث في عمل جماعي، العمل الجماعي بده إدارة، طب كيف يمكن لنا أن نتحدث بإدارة الاجتماعات الفعالة؟ طبعا كلنا متفقين على أنه الاجتماعات هي وسيلة لإشراك الجماعات في مجريات الأمور حتى يكون الشخص على متابعة شاملة ومتابعة مستمرة للمؤسسة، ولكن هنالك أنواع الاجتماعات. هذه الاجتماعات أنت اللي بتحددها، في عند الاجتماعات الإعلامية لتوصيل معلومات إلى المشاركين في الاجتماع، قد يحضر اجتماعات عدد كبير من الناس، يعني بمعنى احنا بدنا نوصل لهم الأفكار اللي موجودة، إيش صار في عندنا أفكار، إيش صار في عندنا اجتماعات، إيش صار في عندنا طروحات وغيره. اجتماعات المناقشات تبادل الأفكار والآراء والمعلومات المتعلقة بموضوع معين. طبعا هذه الاجتماعات لا ينتج عنها قرار أو خطة، بقدر ما احنا في الآخر بدنا نجمع معلومات حول فكرة معينة من خلال توفير مناخ جيد. اجتماعات حل المشكلات، هنا لابد أن يكون في نتخذ قرارات بناء على المشكلة اللي موجودة، لأنه أنا في عندي مشكلة، فبالتالي بدي أوفر جو مناسب لهذه المشكلة لأتخذ قرار لإلها، وكيف احنا بدنا نصل لهذا الأمر. اجتماعات اتخاذ القرارات، إنه أنا بدي أحتاج الأمر إلى تأييد الجماعات لضمان التطبيق الناجح لهذا القرار، ممكن تختلف من عدد الحضور وحسب طبيعة هؤلاء الحضور، ولكن في المحصلة لابد أن نصل إلى قرار نهائي له علاقة بهذا الأمر، كيف احنا بدنا ندير هذه الاجتماعات بطريقة جيدة. الآن نتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية سننهي فيها محاضرة اليوم. نتحدث على أن الاجتماع لديه ثلاثة عناصر أساسية، قبل الاجتماع، أثناء الاجتماع، وبعد الاجتماع. طيب قبل الاجتماع لابد علينا أن نتأكد من مجموعة من النقاط، من أن الاجتماع ضروري نتأكد، يعني بمعنى نحدد الأهداف الخاصة بهذا الاجتماع، الأجندة الواضحة، الوقت المناسب لهذا الاجتماع، النقاط المحددة، هذا بدنا نتحدث عشان نعرف إن الاجتماع وقته ضروري ولا لا. اختيار أفضل الأوقات، مهم جدا أن أختار وقت يتناسب مع الجميع، مع الكل، مش إن أنا أعمل اجتماع وبالتالي لا يشارك فيه العدد المطلوب فبالتالي سيفشل الاجتماع. إذا وقت الاجتماع لابد أن يتناسب مع الجميع، ولابد أن يكون في وقت يسمح للجميع بالمشاركة. اختيار المشاركين، أنا اليوم حسب طبيعة الاجتماع، الاجتماع سيكون إعلامي، سيكون لاتخاذ قرار، سيكون لحل مشكلة، فبالتالي المشاركين سيختلفون طبقا لهذا الإشي، وبالتالي كلما كان الاجتماع مهم كلما كانت نوعية المشاركين في القرارات أو في الاجتماع ستكون مهمة طبعا طبقا لهذا الأمر. بعد جدول الأعمال، بمعنى أنا بدي أحدد الأعمال بطريقة جيدة للحصول على الآراء من خلال إعداد جدول الأعمال وبالتالي توزيعه على الآخرين، حتى كل شخص يبلور فكرة معينة قبل ما يجي على الاجتماع، مش يتفاجأ في موضوع الاجتماع. تنظيم مكان الاجتماع، مهم جدا مكان الاجتماع حسب طبيعة الأشخاص المشاركين في هذا الاجتماع، فبالتالي مهم جدا الحديث في هذا الأمر، مكانه وطبيعته وإلى آخره من هكذا نقط. طيب أثناء الاجتماع، أنا في عندي مهم جدا أثناء الاجتماع الإدارة الفعالة للوقت. يمكن كلما كان الاجتماع محدد الوقت كلما احتاج إلى أشخاص لضبط هذا الاجتماع. كيف لي أن أضبط هذا الاجتماع؟ من خلال تحديد الأولويات وتحديد وقت محدد لكل نقطة. كلما كان التحديد الجيد لهذه النقاط كلما استطعنا أن نصل إلى الأهداف الخاصة فينا. أيضا بدي أذكر الغرض من هذا الاجتماع، كيف أنا بدي أذكر الغرض؟ من خلال أو بداية الجلسة، الغرض من هذا الاجتماع تحديد 1 2 3 4، فبالتالي حددنا النقاط الأساسية اللي الكل راح يصير يمشي عليها. لابد أن نمارس فن القيادة، بمعنى مهم جدا أنه أنت أثناء الاجتماع كقائد أنه تتبع الأمور اللي لها علاقة بالاجتماع من خلال موضوع الاجتماع، ما يخرجوش عن النص، الوصول على المعلومات. أنت برضو في الجزئية هذه وبدك تدمج وجهات النظر، بدك تدمج الأفكار وتختبرها، بدك تراقب انعدام الانتباه، بدك يكون في عندك عالج النزاع والتعارض،
أحيانا ممكن يصير في تعارض بين الأشخاص، فبالتالي مهمة القائد أنه يسيطر عليها في هذه الأمور. فيما يتعلق في بعد الاجتماع، خلص الاجتماع، لا ينتهي الاجتماع بانتهائه، لا، لابد عليك أن تركز على 3 أنواع من المسؤوليات: التقييم والتلخيص والتصرف. بما معنى قيم الاجتماع، لابد أن يكون جزء من عملية النمو والتقييم. كيف أنا بدي أقيم الاجتماع؟ كيف كان الاجتماع؟ من خلال استبانة، من خلال المقابلة، هل حقق الاجتماع الغرض الخاص فيه ما احنا حددنا قبل الاجتماع في عند هدف؟ هل تحقق هذا الهدف؟ هل في هنالك وسائل التقييم كانت جاهزة وجيدة؟ طيب، هل هنالك صار في تلخيص للنتائج وتوزيعها على الأشخاص حتى يتم تنفيذها على الأرض؟ كل شخص ما هي المسؤوليات والمهام المطلوبة منه؟ التصريف، يعني بمعنى أبحث عن فرص للتحسين، قديش في عندي أنا آليات أنا بدي أحسن من الأساس، قديش في عنده نقاط أنا بدي أحاول دائما أبحث عن تطويرها، لأنه في الآخر قلنا الاجتماع هو من أجل تحسين أو تطوير أو طرح أفكار جديدة، ما نحن نقعد من أجل بس الحديث. فهذه الأمور مهم جدا الحديث فيها. هذه باختصار شديد فيما يتعلق بالعمل الجماعي وأهمية العمل الجماعي كأداة أساسية من تطوير الأداء الأفراد في المؤسسات، وبالتالي الارتقاء في العمل في المؤسسة. طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية الفصل الخامس المتعلق بالعمل الجماعي وأهمية هذا العمل الجماعي. أتمنى لجميع الطلبة طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقي فيكم في محاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.